مرحبا أصدقاء، كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بخير. غالبا لتحميل أي صورة على موقع كانفا لأي تصميم نقوم بالذهاب إلى سواء تحميلات لتحميلها من الوسائط أو من الصور لاختيار أي صورة نريد، ولكن هناك طريقة أسرع. فمثلا أنا هنا حملت هذه الصورة من موقع بيكسلز الذي فيه صور مجانية طبعا، وظهرت معي الصورة هنا. ولكي أحملها بشكل أسرع فسأقوم بالضغط عليها هكذا وسحبها إلى مكان المنشور وأضعها بهذا الشكل، وتظهر معي هكذا. وبهذا الشكل يمكنني أن أتحكم فيها وبالتعديل عليها وكل شيء. وهذا كل ما في الأمر. هذا الفيديو هو خصيصا لكيفية تحميل أو وضع الصور بطريقة أسرع وأسهل. أتمنى أن يكون قد نال إعجابكم وأن تكونوا قد استفدتم من هذا الفيديو، وألقاكم في الفيديو القادم بإذن الله. مع السلامة.